القرآن. القرآن بين دفتيه خلجات ما نبحث عنه، ولفجر الخلاص حديث يختص بمهدي آل محمد عجل الله فرجه الشريف الموعود بالفتح. ترقبوه في برنامج المهدي في القرآن، يأتيكم عبر أثير إذاعة العتبة العلوية المقدسة من النجف الأشرف. المهدي في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتي الكرام مستمعي إذاعة العتبة العلوية المطهرة من الحرم المقدس وبرنامجكم المهدوي. مستمعينا الكرام، بداية فلنرحب بضيفة الحلقات الدائمة السيدة الحاجة أم حسين الصباغ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم عزيزتي، ورحمة الله والديكم على هذه الاستضافة الطيبة. نعم، وأيضا نرحب بكل المستمعين من جديد، ولننصت خاشعين للآية المباركة الخاصة بحلقة هذا اليوم والتي تخص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض صالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، وأرحب مجددا بضيفتي الكريمة. بالنسبة للآية الكريمة استمعنا إليها، ولقد كتبنا جاءت بصيغة في الماضي، هل يدل هذا على شيء معين أو غاية خاصة؟ نعم، هذا الأمر ذكر في الماضي، بمعنى أنه هذه الأمور الموجودة بهذه الآية الكريمة هو أمر محتوم وعظيم وحتما سوف يحدث، وحتى أنه ذكر في الرسالة المحمدية. نعم سيدتي، لماذا قال تعالى ولقد كتبنا ولم يقل حكمنا أو قررنا أو أردنا أو أي عبارة أخرى تؤدي إلى هذا المعنى؟ أحسنتي، هذا سؤالكم من التدبر. يعني الشيء اللي يكتب شيء طبيعي راح ينحفظ. فالإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما كتب قر وما حفظ فر. فإذا الكتابة تجعل الشيء ينحفظ، ما يضيع، ما يفر من عندنا. جميل. فلو يعني أي كلمة قلناها قدرنا أردنا أو أي عبارة لكان لضاعت لنسيت، فعندما لما لكن ينبه هنا أنه كتبنا. نعم موجودة في الكتاب، فعندما يكتب كل وقت ما ترجعين للكتاب تجدين العبارة موجودة. أحسنتم. إذن لماذا اخترنا أو اخترتي حضرتك هذه الآية الكريمة لهذه الحلقة؟ لأن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهم السلام تحدثوا عن هذه الآية وقالوا هم القائم وأصحابه عليهم السلام. هذا يعني أن قضية المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لم تذكر في القرآن وحسب، يعني ذكرت حتى في الكتب السماوية. بلي عزيزتي، قضية المهدي عجل الله فرجه كل الكتب السماوية ذكرتها، وهذه الآية تبين لنا نزوله في الذكر وفي الزبور، وتبين لنا الآن نندرج بالحديث تبين قد كتبت في كل الكتب السماوية. إذن نعود من جديد إلى الآية الكريمة، أيهما أول في النزول، الزبور أم الذكر؟ طبعاً أي كتاب نزل قبل الزبور أم الذكر؟ طبعا الذكر من خلال الآية الكريمة نعرف الذكر هو الذي نزل قبل الزبور. قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، إذن الذكر أولا بعدين الزبور. نعم أحسنت، تدل على أن الذكر أولا كتب فيه ثم الزبور. المهم أنه ذكر الإمام المهدي في هذه الكتب. أحسنت.
إذن الزبور كما يعني عرفنا أن هي مزامير نبي الله داود، أليس كذلك؟ بلي، هي مزامير نبي الله داود. المزامير، قبل ما ندخل بالموضوع، المزامير هي مزامير داود بمعنى تسابيح الله تعالى، وأناشيد حمد وسجود وتمجيد كانت موجودة في كتابه صلوات الله عليه. والزبور يشير إلى زبور داود، وفي الأصل هو معناه كل كتاب. يعني معنى الزبور شنو؟ معناه كل كتاب ومقال. إذن المزامير مثل ما قلتم هي أناشيد وحمد لله سبحانه وتعالى، يعني نزلت على النبي داود عليه السلام. إذن للزبور معنيين، زبور داود أولا وكل كتاب ومقال ثانيا. نعم، لها معنيين، داود زبور داود، يعني زبور في هذه الآية الكريمة انطوها المفسرين بمعنيين، معنى مزامير داود يعني زبور داود، ومعنى الزبور كل كتاب هو يسمى زبور أو مقال. نعم، لكن أيهما يكون أكثر الاتجاه إليه في المعنى هنا في هذه الآية المباركة، الزبور أم الكتاب؟ كلمة الزبور استعملت في موضوعين بالقرآن الكريم. نعم، الموضوع الأول في سورة النساء آية 163، وآتينا داود زبورا. إذن جاء بهنا الزبور لداود، وكذلك جاءت في سورة الإسراء نفس الآية تكررت وآتينا داود زبورا. فلا يستبعد يقول أنه هذا المورد، المورد الثالث اللي هي الآية الكريمة هسه احنا بدنا نتحدث عنها، تخص زبور داود. أها، نعم. عفواً، لأن الزبور عبارات تطابق، يعني هذه الزبور أخذوا هذه الآية قالوا تطابق الآيات البقية اللي وردت في القرآن الكريم. جيد، إذن من الممكن أن تعطينا مثل هذه العبارتين التي تطابق هذه الآية ووجدت في مزامير داود. نعم، وجدت في مزامير داود عبارات تؤكد على أنها تتحدث عن نهاية الزمان، يعني نهاية الأرض، نهاية الوجود. نعم، حيث جاء في المزمور الجملة 29 تقول أنه إن الصالحين سيرثون الأرض ويسكنون فيها إلى الأبد. لاحظ كلمة الصالحين بالفعل. إذن موجودة، وسيرثون موجود بنفس الآية. كذلك جاء في نفس المزمور 37 جملة 27 يلاحظ بها، يقول لأن المتبركين بالله سيرثون الأرض وسينقطع أثر من لعنهم. سيرثون الأرض المتبركين، يعني تقريبا بالله. لو نشوفها بالقرآن الكريم أيضا العبارات تقريبا نفس المعنى. نفس العبارة ونفس الكلمات تكررت، المعنى بصورة عامة المعنى واحد. إذن ما هو الدليل على أن الزبور هو كل كتاب سماوي؟ الدليل على أن الزبور هو كل كتاب سماوي، يقول هذا احتملوا به بعض المفسرين. نعم، أنه قالوا المراد من الزبور هنا كل كتاب. نقل هذا الاحتمال في تفسير مجمع البيان وتفسير الفخر الرازي من عدة من يعني من مجموعة من المفسرين. أحسنتم. إذن ما هو معنى الذكر وما المقصود به؟ ولكن قبل أن تجيبون على هذا السؤال نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، مستمعي ذات العتبة العلوية المطهرة وبرنامجنا المهدوي وضيفة الحلقات الدائمة السيدة الفاضلة محسن الصباغ. وحديثنا كان وسؤالنا قبل الفاصل، ما هو معنى الذكر وما المقصود به؟ الذكر إلى ثلاث معاني هنا بهذه الآية الكريمة. الذكر يقول في الأصل أولا يعني التذكير والتذكر. ثانيا استعملت هذه الكلمة بالقرآن بهذا المعنى، يعني استعملت كأنما معنى هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن شو يفهم من هذه الآية؟ نزلنا القرآن بالفعل.
المعنى الثالث إلها يقول: أطلقت أحيانا على كتاب موسى السماوي في سورة النساء: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءا وذكرا للمتقين. إذن هنا جاء الذكر إلى كتاب موسى عليه السلام. نعم، إذن نشكر لك على هذا التوضيح، ونفس السؤال سوف أطرحه: أيهما يكون الأكثر الاتجاه إليه كما سألنا في الزبور؟ طبعا إذن أصبح عندنا أكثر من اتجاه بالذكر. نعم، الزبور قال كتاب داود والذكر بمعنى التوراة، ومع ملاحظة أن الزبور كان بعد التوراة، فإن يعني هذا التعبير من بعد حقيقي، يعني أنه يقول أن معنى الآية: إننا كتبنا في الزبور بعد التوراة أننا سنورث العباد الصالحين الأرض. إذن كتب في التوراة ثم كتب في الزبور أننا سرح نورث العباد الصالحين الأرض. نعم. فإذا الذكر جاء هنا أكثر شيء بمعنى لموسى عليه السلام. سلام الله على نبينا موسى وعلى رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إذا في هذه الآية أخذ الذكر بمعنى التوراة. نعم، يقول لا مانع أنه يأخذ الذكر بمعنى التوراة، ولكن لو ذكرنا أنه المراد من الذكر هو مورد البحث بهذه الآية هو القرآن، والزبور هو كل الكتب وكل كتب الأنبياء السابقين، راح شو يصير معنى الآية؟ إننا كتبنا في كل كتب الأنبياء السابقين إضافة إلى القرآن بأن الصالحين سيرثون الأرض جميعا. جميل، هنا سوف أطرح سؤال تبادر إلى ذهني: لماذا أخذ الزبور وهو مزامير داود والتوراة هو الذكر من دون الكتب السماوية؟ أخذت هذه الكتب طبعا بسبب أن داود كان أحد أكبر الأنبياء، وقد كون حكومة الحق والعدل، يعني حكومة حق وعدالة كانت في زمانه كبيرة جدا. التوراة الذكر، وكانوا بنو إسرائيل مصداق واضح للقوم المستضعفين الذين ثاروا بوجه المستكبرين ودمروا دولتهم واستولوا على حكومتهم، وبعدين أخذوا الأرض ورثوها. فهذا هو الذي سوف يحدث في دولة المهدي عجل الله فرجه. عجل المهدي عجل الله فرجه. نعم. صلوات الله عليه. المهدي سوف يقيم أكبر حكومة حق وعدل، ومن هم الذي سوف يثيرون؟ الضعفاء هم الذين سوف يثورون على الطغاة. وهذه الآية فسرت في بعض الروايات بأصحاب المهدي عجل الله فرجه، كما نرى رواية التفسير في مجمع البيان، رواية في تفسير مجمع البيان. نعم. عن الباقر صلوات الله عليه يقول في ذيل هذه الآية: هم أصحاب المهدي في آخر الزمان. وكذلك جاء في تفسير القمي في ذيل الآية أيضا بعد ما يذكر الآية يقول: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال هو القائم وأصحابه صلوات الله عليه بأبي وأمي. نعم، فقد وردت روايات كثيرة جدا بلغت حد التواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الكرام عن طريق السنة والشيعة في شأن المهدي عليه السلام، وكلها تدل على أن حكم الأرض سيقع في أيدي الصالحين. نعم عزيزتي، وجملة كثير من الروايات جاءت، وأكثر حديث معروف ومتداول عن الرسول صلوات الله عليه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا صالحا، في بعض الروايات تقول صالحا، من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أحسنتم، ونسأل الله أن نكون ممن يشهدون ذلك اليوم. نحن والمستمعين الكرام، الأرث أليس هو المال الذي يؤخذ بدون عناء ومشقة، أي انتقال من شخص إلى آخر؟ نعم صحيح، ولكن ليس دائما يأخذ الأرث بدون عناء ومشقة. ملاحظة بعض الأحيان يصير كثرة مشاكل بالفعل. أمور كثيرة يلا يحصل الإنسان هذا الأرث، والأرث ليس المقصود هو المال فقط. ربما أرث أشياء أخرى، مثلا عندنا ذكر في القرآن الكريم تسلط وانتصار قوم صالحين على قوم طالحين بالفعل. والسيطرة على مواهبهم وإمكانياتهم، كما نقرأ في الآية 137 من سورة الأعراف في شأن بني إسرائيل اللي هي نفس موضوعنا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. بالفعل. إذن نأتي إلى سؤال آخر، ووصلنا تقريبا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولكن نريد أن نوضح أكثر وأكثر: من هم عباد الله الصالحون؟
إذا لاحظ بسؤالكم عزيزتي وفي الآية الكريمة يقول عباد الله، العبادة تكون إلماً لله سبحانه وتعالى، إذا الشرط تكون العبادة لله حتى نربطها في أثرها على الإنسان هذه الآية الكريمة. وكذلك يقول ماذا؟ الصالحون. فإذا مو فقط إيمان، هذا الإيمان من جهة، من جهة ثانية راح تكون شنو؟ لازم الصالحين إلها طبعا معاني واسعة جدا. نعم. فيكون بمؤهلات من ناحية التقوى، من ناحية العلم، من ناحية الوعي، من جهة القدرة، من القوة، من جانب التدبر، التنظيم، الإدراك الاجتماعي إلى غيرها. فإذا هو أكو عندنا شرطين، شرط العبادة تكون خالصة لله، وتكون ماذا؟ تكون بها صلاح، يعني مو فقط عبادة. فمتى ما الإنسان العابد المؤمن عند هذه المؤهلات والأرضيات، هيئوا أنفسهم، يساعدهم رب العالمين ويعينهم ليمرغوا أنوف المستكبرين في التراب ويقطعوا أيديهم الملوثة، وثم بعد ذلك لا يرون الطغاة، ويكون الكلام علما للمستضعفين الذين يرثون الأرض. أحسنتم. إذن حقيقة أثرت في نفسي قوله تعالى يرثها عبادي الصالحون. نعم، الإنسان لو شوي يتمعن بقوله تعالى يرثها عبادي الصالحون، وأكدها سبحانه وتعالى بالآية التي بعدها، ماذا قال؟ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدون. إذن هذا إبلاغ، تنبيه، توجيه، تذكير، كما ذكرنا في محاضرة سابقة، وذكرهم بأيام الله. فلا بد من وجود عبادة لله، ووجود ماذا؟ شنو الموجود كن ويا العبادة؟ موجود الصلاة. فعلى هذا الأساس، يعني مو إحنا بس مجرد نقول إحنا مستضعفين وريد الانتصار على الأعداء، لا، وإنما يحتاج لشنو؟ يحتاج لكون أنا أتوجه بالعبادة، ما يكون عبادتي بها رياء، بها عجوب، بها غرور، بها نظر للمقابل عسى ولعله ينفعني بشيء معين. فإذا تكون عبادة لله، فهذا يكون أزرعها في ذاتي، في نفسي. بنفس الوقت من جهة أخرى يكون عندي اكتساب للمؤهلات اللي هسه ذكرناها، تقوى، علم، تدبر، تنظيم، إدراك، مو فقط عندي عبادة أو فقط عندي مؤهلات. فإذا ما شنو اللي ذكر الآية؟ عباد الله الصالحون بالفعل. زين، فما دام مستضعفون في الأرض وما يحيون هذين الأصلين فلا يصلون إلى وراثة الأرض وحكم والحكم بالأرض. فلذلك الآية تؤكد لنا أن يكون عندنا عبادة خالصة لله، وأن يكون عندنا صلاح بهذا بالحياة الدنيا. فكون أنا أنبه نفسي، أوجهها دائما أكون في حالة عبادة لله. والعبادة ليس فقط صوم وصلاة، وإنما أمور كثيرة ممكن الإنسان يتوجه بها بنفسه لله سبحانه وتعالى من خلال أمور كثيرة. لا يسعنا الوقت اليوم إن شاء الله نتحدث عن العبادة إن شاء الله إن شاء الله. إذن نشكركم الشكر الجزيل سيدتي الفاضلة الحاجة محسن الصباغ، والشكر موصول لكل المستمعين الكرام على حسن الإصغاء، وإن شاء الله نلتقيكم في آية جديدة وحديث جديد عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه.